كمان بوابة الأهرام قالت إن الثلاثي أحمد فتحي وصالح جمعة وأحمد حمودي لاعبة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي انتظموا في التدريبات الجماعية للفريق النهاردة الاثنين بعد ما تعافوا. وطبعا الثلاثي شاركوا في تدريبات الكرة بشكل تدريجي خلال تمرين الغايبين عن مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة قبل ما ينتظموا بشكل تام في تمرين الفريق اللي أقيم النهاردة العصر.